رح نحكي هلا عن موضوع متعلق بالجيمز على الكمبيوتر مع عامر بأينو هو وضيوفه. صباح الخير عامر. صباح الخير رضا. أثرتي مع عويناتي مع فستاني عويناتك. شايفة دايما بلبقن علي. مش معقول. بس عم فكر كنت بالتفاح. شت تفكيرك. شد تفكيرك على الموضوع. اليوم راح نتعرف على لعبة جديدة من جيم كوكس. آخر مرة كانوا معنا الشباب تعرفنا على هرم المعرفة، اليوم حنتعرف على نيو جيم. أنا بالنسبة لي شهادتي مجروحة بجيم كوكس، لأنه أول شيء صناعة لبنانية 100% والشباب عم يعملوا منافسة عالمية، يعني حاطين اسم لبنان بخريطة ألعاب إذا بدك الآي أو إس والأندرويد بمعنى أو بآخر، تابلت جيمز والموبايل جيمز. قبل ما أتعرف على الشباب معنا بالاستوديو، خلينا نشوف إذا بدك التريلر تبع بلانت نم نم. وهون بنذكر إنه اول جيم عند الشباب كان اسمه بيردي نم نم، بيتر سيلرز موفي. دغري تذكرت انا نم نم، قلت لهم انا رحت مقطع من وقت لقى بيتر سيلرز بدا بارتي. فالجيم الجديد اليوم اللي عم نحكي عنها هي بلانت نم نم. خلينا نشوف التريلر ونرجع نحكي مع الشباب. اوكي. مهضومة كثير اللعبة. إيه. والأصوات الساوند افكت والفويسز أكيد هلا حنحكي مع جوزيف نتعرف كيف صايرين، لأنه كل جيم معمولة بلبنان، يعني ما في شيء امبورتد، ما في شيء هذا. صحيح. أرز وجوزيف صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا فيكم. صباح الخير. أرز الصديق العائد دائما، لأنه آخر مرة كنا عم نحكي أنا وياه على هرم المعرفة، وقبل أكيد كل الألعاب اللي كان جيم كوكس عم يشتغل عليها. اليوم في عنا بلانت نم نم. خبرني شوي بشكل سريع عن يعني شو القصه، الستوري بيهايند بلانت نم نم. سو مثل ما بنعرف نحن انه بلانت نم نم هي سيكول لبيردي نم نم، اول جيم عملناها مثل ما كنت عم تقول من شوي. الستوري بيهايند ات فاني، فيها هذا التويست اللي بيضحك شوي، انه البيردز شو اخوته نزلوا على الارض وسرقوا لنا كل المونيومنتس تبعنا، ستاتيو اوف ليبرتي، تور ايفل، اخذوا البيراميدز، اخذوا بعلبك، اخذوا دبي، برج دبي، وهربوا على البلانت تبعهم كرمال يعملوا ديكوريشن فوق. سو بما انه هيومن برايد از لوست، في عندنا كاركتر هيرو تبعنا يلي اسمه باو، حملناه وطلعناه على هاي البلانت تو ريتريف ذا مونومنتس ليرجع يجيبهم كرمال يرجع يجيب البرايد تبع هيومانيتي اجين. ف سو كل اذا بدك مش ليفل، كل اذا بدك وورلد بيخلص بيربح مونومنت فيه بيرجعه exactly. على الكره الارضيه 100%. هلا عندنا نحن 3 ديفرنت وورلدز بقلب الجيم. في عندنا جرين ديزرت اند ايس وورلد. بكل وورلد في عندك 2 مونومنتس تو ريتريف، وفي عندك بوس فايتس كمان بقلب، يعني بيجي عندك البوس بدك تقدر تخلص المونومنتس بدك تقطع هذا الليفل، وفي عندك فرنزي ليفلز كمان. هلا البروجرس تبع الجيم حلو بيعلقك فيه، لانه بتصير تشوف شوي شوي المونيومنتس عبعيد قدامك،
انت عم تلعب سو بتصير عم تقرب شوي شوي عليهم، بتحس بحماس اكثر وقت توصل على الليفل يلي انت يو ار ريتريفينج ذس مونيومنت. وبكل هيدا يعني بيقدر اللي عم يلعب اللعبه يستفيد من شيء ان اب بيرتشيز ليسرع من أكيد. هالعمليه او ليقوي من ال اكيد من الكابابيلتيز اللي عنده اكيد. هلا بيسكلي اليوزر هو عم بيلعب ايفنتشلي بده يكون عم يطلع كوينز وبده يكون عم يطلع جيمز. So هذا الكوينز والجيمز اكزاكتلي الان جيم كرنسي تبعنا. في يشتري نيو ويبنز، في يعمل ابجريد للاكزيستنت ويبنز تبعه. هلا بحال حس حاله انه فرستريتد وبده يخلص بسرعه بيشتريهم، بيعمل انا بيرتشيز بيشتري اكثر كوينز اما بيشتري باكس اكثر باكس. هلا حنحكي مع جوزيف على الديفلوبمنت، بس قبل ما فوت مع جوزيف بالشغل اللي صار وبالانيميشن وبال 3 دي، لانه هي اول جيم 3 دي انتم عم تشتغلوها بلس الساوندز، خبرنا شوي عن الكاركترز اللي موجودين. يعني في واحد من الكاركترز انا عملت له بوستنج على فيسبوك اللي هو زوزو اوبا، صح، اي او بي بي اي، اللي هو بانجوين راكب على موتو، وهذا بيجي بقلب اللفل وبيسكلي عم بيقبى كمان عم بيقبى بس انت لازم توصف هالكاركترز كيف طلعتوا فيه هون. وفي كمان انا فرجيتني من شوي فالكري رايدر كثير مهضوم كمان، اللي هو كمان بانجوين على طياره اذا ماني غلطان، او مانو بانجوين اتس بيرد يعني ايه. سو كيف طلعتوا فيه هدول الكاركترز؟ بنهايه حاله كاركتر بدنا نطلع فيه بده يكون بيضحك، يعني طبيعي لنا كرمال نقدر نهرب شوي من الجو اللي عم يصير حولنا. okay. بدنا نكون عم نضحك حالنا بحالنا بالنهايه. سو هلا بيسكلي 3D وقت تفوت انت بجيم 3D بتفتح لك باب كثير كبيره. بالاول جيمز كنا نعملهم والبريفيوس جيمز اللي كنا نعملهم كان في عندك 2D اسيتس بقلب الجيم، يعني ما كان في عندك اذا بدك البوتنسيال انه تقدر تطلع من كل الميلات افيات والى ما هنالك. سو هلا الكاركترز تبعنا فيهم يجوا عليك ستريت، فيهم يروحوا صح وبيجي وبتلاقيه عم يكبر لحد ما يوصل لعندك ومهضوم عم بيقبل الموتور مثلا ان كان صح. سو هلا بالجيم في عندنا نحن 10 ديفرنت كاركترز، وفي عندنا واحد على موتو زوزو اوبا هو بيسكلي كاميكاز بيجي بفجر حاله. اوكي. وفي عندنا ديفرنت كاركترز كمان على موتو مع قفوره حده، سو كمان بيجوا بفوتوا فينا. في عندك تو كايند اوف بلينز، وحده بتكب عليك ماس بومب، وحده بتقوسك هيك. هلا رح نشوف ديمو معك نحن على اللعبه هلا، بس خلينا نشوف مع جوزيف قبل انت تكون حضرت الديمو. جوزيف اليوم انت عندك جيم مشغول عليها بالانيميشن، مشغول عليها 3D، مشغول عليها صوت، واهم شيء اكيد مشغول عليها جيم بلاي. فخبرنا شوية هو وأرز عم بحضر لنا الديمو، وكمان المشاهدين بيقدروا يشوفوا بنفس الوقت أرز عم يلعب. خبرنا شوية أنت كليد ديفلوبمنت أو كمان كمسؤول البروجكت، قديش يعني بياخد من وقتك أول شيء، قديش بياخد من وقتك تو كومبايل كل هالأمور بمحل واحد، لتجمعهم كلياتهم وتحطهم بمحل واحد ولا يطلع معك هيك ريزلت؟ هلا هو مبدئيا الشغل كديفلوبمنت ما بيصير من ميلة شخص واحد، ببلش اول شيء عن الكرييتيف ديبارتمنت، بيطلعوا بالفكره هن، بس يطلعوا بالفكره بتروح للارتست، الارتست بيعمل الكونسبت الرسمه، بس تركب الرسمه بيروح ل 3 دي ارتست، ال 3 دي ارتست بيركب الموديل 3 دي، يعني انتقلنا نحن هون من رسمه لصار 3 دي. بس يركب الموديل الرسمه بتصير على الورقه والقلم ولا بتصير على الكمبيوتر؟ بتصير على الكمبيوتر او على الورقه والقلم. أوكي. يعني على الحالتين بيمشي الحال، طالما انه الارتست ال 3 دي وصل له الفكره كيف بده يكون الموديل شكله كامل من قدام من ورا على الجوانب كل شيء، بس يعمله للموديل 3 دي، هو بيكون كمان حكم على الكرييتيف ديبارتمنت لانه هو اللي بيعمل له انيميشن، هو اللي بيحركه، هو اللي بيقول انه هلا بيعمل هيك بيتحرك هيك بيزق ايده هيك. بس يركبوا هدول كلهم بدهم يركبوا الالوان تبعه، الالوان ترجع الخبريه للارتست كمان هون. أوكي. بيركب الالوان وبيحطها. أوكي. بيحطها انا بيوصل لي هذا الشغل كله بالاخر راكب مخلص لعندي. أوكي. مع الموديل مع كل شيء، انا هون شغلتي جمع كل شيء من هدول وحطهم بقلب اذا بدك الجيم كلها، واكد انه ماشيين مثل ما نحن كنا متفقين انه يمشوا. اذا في الكاميرا تاخذ ارز عم يلعب بليز. اوكي اوكي جوزيف. فبس يعني انا هون بكون اخر شيء عندي انه اكد انه كل شيء عم يتحرك بالسرعه اللي المفروض يتحرك فيها، كل شيء عم يشتغل مع بعضه، هن انا بيصير لي كل شيء لحاله مش مع بعضهم. طب الاصوات مثلا من وين بتجيبوها؟ الاصوات في كثير اصوات نحن مسجلينهم نحن شخصيا، بعرف ارز يعني عنده اهتمام كثير بحب كثير، يعني في كثير من يعني اللي بيعرف ارز بيسمع صوت الجيم بيعرف انه هذا ارز هون بشي محل، يعني عرفت مزبوط. يعني اللي بده يوصله الفكره للمشاهدين انه
مشغوله عندكم بقلب المكتب كل شيء ده كل شيء يعني انتم شغلين كل شيء بجيم عم بتنافس عالميا يعني هلا الجيم نزلت على الاب ستور وبيقدروا يعملوا لها داونلود للعالم على اي بلاتفورم موجوده موجوده على الاي او اس وعلى الاندرويد يعني أوكي. فينا ايباد ايباد ايبود ايفون أوكي. وكل الديفايسات اللي عليهم اندرويد في شيء مينيمم ريكويرمنت جوزيف ليقدروا يعملوا لها داونلود ولا كل اللي عندهم ايباد بيقدروا يعملوا لها داونلود هلا اجمالا نحن عاملينها بطريقه انه مفروض على كل الايبادات تمشي بس اكيد انه عم نحكي اذا شيء عمره اكثر من فتره معينه بالنهايه ما بمشي جيمز 3 اوكي بس انه بالمبدا لازم تمشي على كل شيء بدون مشكله طب قد ايه بس هيك فكره للمشاهدين اما ارجع انتقل لعند ارس جوزيف قديش اخذت وقت إذا ما نحكي من وقت ما بلشت من أول ما طلعت الفكرة برين ستورمينج لحديث ما طلعناها على ستور تقريبا بقريب السبعة ثمان أشهر عم نحكي تقريبا وهذا رقم سريع يعني بالنسبة لجيم بالنسبة لأنه كان عم نعمل جيم 3D كانت كونسبت جديد لأن إيه بتصور كان حرام طب وكان متعب الشغل مع التيم لتطلع يعني قديش كنت هلا ما حيسألك قديش كنتوا تسهروا قديش كنتوا توصلوا نهار ببعضهم كم يوم واصلين ببعضهم ايه بده ينوصل بده يوصل كم نهار ببعضهم يعني اجمالا بس لا تشغل مع التيم يعني خصوصا لما يكون تيم مثل جيم كوكس كلنا متفقين مع بعضنا أوكي. كلنا فاهمين مع بعضنا هذا الشيء بيسهل كثير الشغل علينا راضيين على النتيجه النهائيه اللي طلعت فيها بلانيت نمنم اكيد راضيين لاعب بيردي نمنم انت انا ايه لعبها لعبها لبيردي نمنم راضيين على بلانيت نمنم راضيين عليها بعد في تحسينات عليها جايه دائما في مجال للتحسينات اكيد أوكي. ما بيخلص التحسينات بس انه بالنتيجه اللي طلعنا فيها انا كثير راضي عنها اوكي أرز كم لعبة صاروا عن جيم كوكس؟ صاروا دزينة 12 على الأقل هيك عم نحتفل اليوم بال 12 100% وشو ناويين بعد بلان أكيد مثل ما قال جوزيف إنه بلانيت نمنم ما خلصت يعني في أبجريدز في اكتساب في تجديد شو ناويين بعد بلانيت نمنم؟ مخبيين لنا شيء بعد؟ هلا مخبيين ولا هلا حتركزوا شوي على بلانيت نمنم أكثر؟ بلانيت نمنم بيسكلي ركزنا عليها كثير دائما بالقلب بتضلها وبنضل عم نركز عليها يعني بس بذات الوقت في عنا بروجي تاني عم نشغل عليه ان باراليل اذا بدك اوكي سو التيم تبعنا مقسوم اثنين حاليا على سيره التيم فينا نوجه لهم تحيه لكل لبنان خيو لارز هلا بوجه لهم التحيه للارا اكيد اللي بعرفهم ومروان مين بعد في كمان؟ بعد في علي في توني في اليكس في هينجز على كل حال فينا نقول انه لبنان ولارا هلا متجهين على فنلند ليشاركوا ب سلاش ايفنت اللي هو جيمنج ايفنت بفنلند ولبنان كان بالسعوديه اجى امبارح بالليل اليوم هلا رايح على فنلند فكمان يعني اسمه لبنان وحامل علم لبنان معه لبنان هلا بسلاش فاكيد موجودنا تحيه كلياتهم لجينكوس فينا يعني فينا نقول للمشاهدين انه بيقدروا يعملوا داونلود صار لبلانيت نمنم بلانيت نمنم هلا موجوده على الستور مثل ما كنا عم بيقول زوزو من شوي انه على الاي او اس وعلى الاندرويد موجوده فور فري ويلي بيحب يكمل ليفلز زياده وورلد 2 اند 3 في عندك ان ابرتشيس مفروض تعملها بس انه حلوه ادكتيف الجيم سو والان ابرتشيسز منهم مبالغ فيهم مش هيك يعني البرايسز مش مثل ما عم نشوف بعض الاحيان بكثير ابلكيشنز كثير مبالغ فيه عم بكونوا مدروسين كثير منيح المونيتايزيشن سيستم تبعنا اندرس كثير منيح واتس فيري فير واتس مور ذان فير اكشلي وفي الانسنتيف للعالم يقدروا يعملوا هالبرتشيس هيدي تو كونتينيو ذا جيم بتمنى لكم التوفيق جوزيف يعطيك العافيه وأرس كمان بتمنى لك توفيق وانت بتعرف معزه جيم كوكس عندي يعني انا بالنسبه لي جيم كوكس ما لها يعني ما لها منافس بالنسبه عندي بتمنى لهم كثير توفيق باللي عم يعملوه وبدعي المشاهدين انه يعملوا داونلود لبلانيت نمنم وينبسطوا فيها هالويك اند اكيد مش بس هالويك اند يعني ببلش هالويك اند بالقليله ببلش هالويك اند من اي اعمار بتنصحوا فيها؟ فيك تبلشي من السبع سنين ثمان سنين يعني وقت يمسك الايباد بيعرف كيف لكن بس ما تقولي لحدا هلا ما حدا عم يحضرنا انا نزلتها لراين فما تقولي لحدا راين قد ايه صار؟ اربع سنين شوف ما هو ببيه لانه كمان كثير فورماتيك على الاخر ما هيك؟ بس ما في بيصير احسن لا خلص ما حنقول لميرا ميرا ما سمعت اذا بتعرف امه بعدين بتعمل لي مشكله شكرا كثير لكم اكيد وبرافو لانه عن جد نحن بحاجه لحتى نحس انه لبنان مثل ما هو رائد بكثير اشياء يعني وكثير امور كمان موجود بعالم المعلوماتيه بكل انحاء العالم اهلا وسهلا فيكم عامل شي فكره الجاي نحن ان شاء الله رح نتابع محطاتنا بعد لحظات بلا جمرك خليكم معنا